آثار قصف الأسد لم يسلم منها مسجد الكختلي الأثري في باب قنسرين بحلب. المسجد بمعالمه الأثرية والذي بني منذ أكثر من 800 عام غدا الخراب هو السمة الغالبة عليه، لتسجل جدرانه المتشققة قصة بلد يتعرض لقصف لا يترك طفلا ولا شيخا ولا معلما أثريا إلا ويطاله. ما يقارب 800 سنة اسمه مسجد الإمام أحمد الكختلي. لم تراعي براميل الأسد المتفجرة حرمة هذا المسجد التاريخي. أي مزار جامع هذا؟ حارات شعبية عزمان العثمانيين وفرنسا، ما هو عزمان حافظ هي عزمان العثمانيين وفرنسا. قال لهم ما أبوك ورتك إياها. منازل المدنيين في محيط المسجد نالت نصيبها من القصف أيضا. نزل عدة براميل في هاي المنطقة وهي الحواش هون شايفة، يعني الحمد لله رب العالمين كل حواش ما يقارب برميل يعني مخصصاته. رغم الدمار وتهدم المنازل يبدي الأهالي إصرارهم على الحياة. الحجر سوري والتمن طلع نعمر فيه سوري والإيد لعب تشتغل سورية، ما لنا جايبين شي من برا طاول، ونرجع منلم الحجر ونرجع نعمره برجع بيخربه ونرجع نعمره وعهده مثله. تحويل النظام المناطق الأثرية لسكنات عسكرية أو قصفها عشوائيا أو بشكل مقصود هو في نتيجة الأمر تغييب لحضارة عمرها مئات السنين، وهي ليست بالطبع بأهم من أرواح المدنيين الأبرياء التي تزهق كل يوم.